يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هذا الدعاء وهو: اللهم أجرني من النار بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب، ما صحته؟ ورد في حديث لكن فيه مقال، حديث ضعيف، لكن لو فعله الإنسان لا بأس، لأنه من باب الترغيب، من باب الترغيب. نعم، والدعاء مطلوب في غير هذا الحديث. نعم.